من حول 5 أشهر أو شيء في مواقف أحد الأسواق المشهورة المولات وطالع من الظهر الضحى ما في زحمة واجد وقلت بروح أخلص لي شغلة وأنا ماشي حسيت بصوت ما حسيت بشيء حسيت هو كفر هو واطن كرتون ما أدري وش قصتي وقفت رجع وراي واحد من أحد الجنسيات العربية وقال تراك صادمني قلت أنا صادمك قلت أنا حاس بضربة بس ما حسيت بها قال لا أنت صادمني وانت ما انتبهته وراجع الريوس وأنا ماشي على آخر الحف قلت طيب وش الحل قال أنت منحاش الله قلت الحين ظهر واحدة ونص تقريبا شمس شوي قلت أنا الحين صادمك من. أنا ما أدري أني صادم ولا ما صدم ثاني صادم أنا غلطان وأنا آسف قال لا لا أصلح السيارة قلت يصير خير نصلحها الحين نكلم المرور قال لا أنا عندي طلبيات ومعي مفرش ب4000 ريال مفرش مثل هو سوق مفخم حق ماركات أبروح أوصله ماني بفاضي بس عطني رقمك قلت يصير خير أنا أشكل علي يوسف قلت هذا رقمي عطني رقمك أنت خذينا الرقم مشينا جاء عقب ساعة ساعتين دق علي قال متى تعطيني القروش قلت ما بعد بدينا وش القروش على طول كذا بس نهابه هي زين وش ذا اللي انا ادرك اصبر اصبر قل الصبر ما يبقى لين نجتمع ويصير خير سالت واحد قال انتبه ترى بعضهم ممكن انه يفتري عليك ويسجل عليك انك انت ايش منحاش ويجي واحد بيض الله وجهه هذا ذاكره اسمه بس رب العالمين ذاكره قلت له خلاص 4:30 وزلح لي زمزمية شاهي وموية مباردة قلت شاكل ده بطول أنا وياه واجي مسكتني الزحمة تأخرت نص ساعة واجي ولين ينتظر وقلت كلم نجم قال له ما له داعي نكلم نجم نصلح أنا وياك قلت لا نكلم نجم وطالع في السيارة والقى الرفرف اللي وراه مصدوم قوي قلت هذا مني قال لي منك ويجي عطي الله حق راعي نجم بيض الله وجهه بيض الله وجهه بيض الله وجهه ويطالع أنا بعد أشوى أني ما صبغت لو أني صابغ قال بعد صغير قال شف يا عم هو اللي غلطان عليك لأنه هو راجع نيش ريوس وانت جايين كذا هو وش قال الله يهدينا وياه قال أول شيء أنه مسرع أنا في مواقف وأنه معاكس وأنه ناوي يهرب وأنه في وضع غير طبيعي بعد اي نعم شنك شايفني مهبول ولا لا غير طبيعي غير طبيعي معروفة انه مو بطبيعي قال هذا الرجال جاك ووقف وجاك بعد عقب 3 ساعات انت الكذوب وانت وين الرخصة ما مع رخصة وين الاستمارة ما مع استمارة وين التأمين ما مع التأمين قال لا نبي نسمح جاب يحب الراس قلت لا لا قلت يوم قلت فيها اني ماني بطبيعي واني منحاش قال هذه مواقف ما فيها شيء اسمه معاكس الآن السيارة عليكم ونتابع الكاميرات لأنه مول كبير ويعلمونك غير مرة لا تكذب يا من يبقى واقع ما دعي له وبيض رجل أنا سيارتي ما جاها شيء الحمد لله وصارت الصدمة اللي يقول صلحها صدمة من قبل مو بنا اللي مصار أي قديمة أي 5 مشاكل تلزقها فيه لا في أمور يا أبو عبد الرحمن